القرن التاسع الميلادي، أي من 800 إلى 900 ميلادية، يوم كانت سواحل إيطاليا مرتعا للخيول العربية الإسلامية، وبلغ الأمر تأسيس إمارات إسلامية في باري، تارنتو، مالطا، سردينيا، والأهم في صقلية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في رحاب الدين والتاريخ، وعلى بركة الله نبدأ. لم يكن القرن التاسع بداية الصراعات البحرية بين العرب المسلمين والبيزنطيين على السواحل الإيطالية، ففي عهد عثمان بن عفان غزا المسلمون لأول مرة صقلية عام 652 ميلادية، لكنهم تركوها حيث لم يكونوا أحكموا السيطرة بعد على شمال أفريقيا. وفي 700 ميلادية دخل العرب جزيرة قوصرة بنتليريا حاليا. وفي عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان غزاها عبد الله بن قيس الفزاري الذي أرسل من والي أفريقيا، لكنه غنم وعاد. وفي عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك غزاها محمد بن إدريس الأنصاري وغنم وعاد دون استقرار. وفي عهد الخليفة هشام بن عبد الملك غزاها بشر بن صفوان الكلبي والي أفريقيا 737 ميلادية، لكنه أيضا عاد دون استقرار. وتكررت المحاولة بعد 3 سنوات من الوالي الجديد عبد الله الفهري الذي أرسل قائد جيوشه فاحتل سراكوسا ثم عاد، إلى أن جاء فتح المسلمين الأغالب للصقلية ومن ثم لنابولي تارانتو، وفتح المسلمون أيضا لكن ليس الأغالب باري كما رأينا. وفي الصورة ربع دينار أغلبي مسكوك في صقلية عند الأمير الأغلبي إبراهيم الثاني. فمع ضعف السلطة المركزية للدولة العباسية بدأت الحملات الإسلامية على الأراضي الإيطالية تستقل عن صانع القرار في بغداد. وفي هذه الظروف استطاع الأمير خلف بقيادة جيش من العرب والبربر السيطرة على مدينة باري، مؤسسا إمارة باري 847 للميلاد، وذلك دون اتفاق مع الحكام العباسيين أو الأغالبة حكام شمال غرب أفريقيا آنذاك، رغم أنه جاء وجيشه من الصقلية نفسها لكن دون موافقة رسمية من الدولة. شن الأسطول البيزنطي بعدها حملة بحرية غرب إيطاليا منعا لعودة الغارة التي شنها الأغالبة على روما من سنين، ونجحوا في إبعاد الأساطيل الإسلامية. في هذا الوقت توسع مسلمو باري جنوبا وهزموا اللومبارديين عام 857 ميلادية، لكنهم اصطدموا بجيرانهم المسلمين حلفاء اللومبارديين. وفي 871 للميلاد زحف لودفيك الثاني امبراطور الفرنجة للتخلص من خطر إمارة باري، ونجح بالانتصار عليهم وأنهى الإمارة بعد حوالي 25 عام من وجودها. فكيف كانت إمارة باري الإسلامية في هذه السنين؟ ولماذا سارع الفرنجة بالقضاء عليها؟ تعاقب على الإمارة 3 حكام، أولهم خلفون المؤسس، ثانيهم الموفق بن سلام قائد العسكري المحنك والتابع للأغالبة، حيث قام الأمير بتوطيد دولته في باري وتنشيط التجارة فيها واشتهر بالتقوى، فبنى أول جامع كبير في وسط باري، فتحولت باري لمركز حضارة إسلامية ومركز تجاري مزدهر، وتعايش المسلمون مع اليهود والمسيحيين تحت حكم إسلامي عادل، حيث كان اليهود أكثر من ساهم بتنشيط التجارة. أما ثالث الحكام وآخرهم فهو سوداون الماري الذي وسع دولته واستولى على مدن كابوا وكانوزا وليبوريا لتوسيع إمارته، وراسل الخليفة العباسي المتوكل لتعيينه واليا من قبله على باري، فزينت المدينة بعدد من الصروح والقصور منها مسجد درست فيه تعاليم الإسلام، مما أثار حفيظة الفرنجة والمسيحيين كثيرا، لأن الدولة العباسية صارت ملاصقة لهم في قلب العالم المسيحي، فشنوا هجومهم الكبير بقيادة لودفيك الثاني، إلى أن دخل الإمبراطور المدينة وأمر بذبح كل الأسرى رجالا ونساء وأطفالا، ولم ينجو من المسلمين إلا السلطان نفسه. بالعودة لصقلية، في عام 842 ميلادية كان شرق صقلية تقريبا بأيدي البيزنطيين وغربها بيد الأغالبة. وفي 843 ميلادية استطاع المسلمون فتح ميسينا، ثم قام الفضل بن جعفر بفتح كثير من الحصون القريبة، ثم بعد وفاته انتخب ابنه العباس بموافقة الأمير الأغلبي، حيث تمكن من استكمال الفتوحات وفتح سفالو 857 ميلادية، ثم توجه بعد سنتين إلى إنا، وهذه المرة مجهز بشكل كامل لحصارها، ونجح فعلا في دخولها وهزيمة الرومان فيها، فأرسل البيزنطيون أسطولا كبيرا من 300 سفينة، لكنه تعرض لهزيمة شنيعة، وخسر ثلث سفنه، أي أكثر من 100 سفينة، فأرسل البيزنطيون المزيد بالتعاون مع ثورات داخلية من البيزنطيين الموجودين قرب سفالو، لكن العباس هزمهم هزيمة ساحقة. وفي 864 للميلاد نجح المسلمون في فتح نوتو بقيادة خفاجة بن سفيان الحاكم الحالي لصقلية، وهكذا لم يبقى من صقلية إلا سرقوزا وتورمينا تقريبا.
وفي 870 للميلاد خلف محمد أباه خفاجة بموافقة أمير الأغالبة، فغزا المسلمون سواحل إيطاليا مجددا. ثم كان الإنجاز الكبير في عام 870 للميلاد بتوجيه حملتين، إحداهما لمالطا والأخرى لروما، في زمن الأمير محمد بن أحمد أبو الغرانيق الأغلبي الذي قاد حملة روما بنفسه. نجحت حملة مالطا بفتحها، أما حملة روما فبعد يأس البابا من مساعدة الدويلات المسيحية دفع الجزية لجيش المسلمين على أن يفكوا الحصار، فقبلوا وعادوا محملين بنصر كبير. وفي 875 للميلاد تسلم إبراهيم الثاني زمام الأغالبة، وكان مصرا على استكمال فتح صقلية، فعين جعفر لحصار سراكوزا، ونجح المسلمون أخيرا بفتحها في 877 للميلاد. أخيرا طلب الخليفة العباسي رسميا من الأمير إبراهيم الثاني الأغلبي إنهاء فتح صقلية بنفسه، فتوجه في 901 للميلاد وحاصر آخر قلاعهم وهزم أسطولهم، لينجح عام 902 ميلادية بإنهاء التواجد البيزنطي كاملا، لتصبح صقلية إسلامية بالكامل بعد جلاء آخر جندي بيزنطي عنها. فماذا حصل لصقلية بعد أن أصبحت إسلامية بالكامل؟ وماذا حصل لإمارة تارانتو الإسلامية؟ تابع معنا الجزء الثالث من الأندلس المنسية، العصر الذهبي ونهاية الحلم. وفقط كتلميح، في الصورة نجد أحد مساجد صقلية الذي تحول لكنيسة مع الأسف مع غروب شمس الأندلس المنسية. إذا أعجبك الفيديو نرجو الدعم بضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.